الحج فرض مرتان في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري. الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة. والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم. ووصله بالسعي ماشي فيهما، واركعة الطواف إن تحتما. نزول مزدلفة في رجوعنا، مبيت ليلة ثلاث بمنى. إحرام ميقات فذو الحليفة، لطيبة للشام ومصر الجحفة. قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمن آتها وفاق. تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية. وإن تريد ترتيب حجك اسمعا، بيانه والذهن منك استجمعا. إن جئت رابغا تنظف واغتسل، كواجب وبالشروع يتصل. والبس ردان وأزرتان علين، واستصحب الهدي وركعتين. بالكافرون ثم الإخلاص هما، فإن ركبت أو مشيت أحرما. بنية تصحب قولا وعمل، كمشي أو تلبية مما اتصل. وجددانها كلما تجددت حال، وإن صليت ثم إن دنت. مكة فاغتسل بذي طوى بلا ذلك، ومنك ذا الثانية ادخلا. إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية وكل شغل مسلوكا. للبيت من باب السلام واستلم، الحجر الأسود كبر وأتم. سبعة أشواط به وقد يسر، وكبرا مقبلا ذاك الحجر. متى تحاذيه كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني. إن لم تصل للحجر المس باليد، وضع على الفم وكبر تقتدي. وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة، خلف المقام ركعتين أوقعا. وادعو بما شئت لدى الملتزم، والحجر الأسود بعد استلم. واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه، ثم كبرا وهللا. وسعى لمروة فقف مثل الصفا، وخب في بطن المرسيل إذا اقتفى. أربع وقفات بكل منهما، تقف والأشواط سبعا تمما. وادعو بما شئت بسعي وطواف، وبالصفا ومروة مع اعتراف. ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي اجتلى. وعد فلب لمصلى عرفة، وخطبة السبع تأتي للصفة. وثمن الشهر اخرجان لمنى، بعرفات تسعى نزلنا. اغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين، واجمعانا واقصرا. ظهريك ثم الجبل اصعد راكبا، على وضوء ثم كن مواظبا. على الدعاء مهللا مبتهلا، مصليا على النبي مستقبلا. هنيهة بعد غروبها تقف،
وانفر لمزدلفات وتنصرف في المأزمين العالمين لك بي واقصر بها واجمع عشاء لمغربي واحطط وبيت بها وأحي ليلتك وصلي صبحك وغلص رحلتك قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعان في بطن وادي النار وسر كما تكون للعقبة فارمي لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفول وانحر هديا إن بعرفة أوقفته واحلق وسير للبيت فطف وصلي مثل ذاك النعت وارجع فصلي الظهر في منى وبيت إثر زوال غده ارمي لا تفيت ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة وقف للدعوات طويل ناثر الأولين أخرا عقبة وكل رامي كبرا وافعل كذاك ثالثا نحر وزيد إن شئت رابعا وتمام قصيد ومنع الإحرام صيد الباري في قتله الجزاء لك الفأري وعقرب مع الحدى كلب عقور وحية مع الغراب إذ تجور ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر أخذا ومنع الطيب ودهن وضرر قمل وإلقى وسخين ظفر شعر ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد ثم يأتي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمعا وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشوق دوف فعي وسنة العمرة فافعلها كما حج وفي التنعيم نادبا أحرما وإثر سعيك احلقا وقصرا تحل منها والطواف كثرا ما دمت في مكة وارعى الحرمة لجانب البيت وزيد في الخدمة ولزم الصف فإن عزمت على الخروج طف كما علمت وسر لقبر المصطفى بأدبي ونيتي تجب لكل مطلبي سلم عليه ثم زيد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلب وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إذ نلت المنى وادخل ضحان واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور.